مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجديدة. وصل معالي رئيس الوزراء بايمي باركي ألبير إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار الأفريقي. وسيمثل معالي رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية في عمل هذه القمة. حسن درمود. وصل رئيس الوزراء فهيمي فتاكي ألبير إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ممثلا لرئيس الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ريادة الأعمال والاستثمار في الشباب. وعند وصوله بمطار شرم الشيخ كان في استقبال وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي، وبجانبه السفير التشادي لدى جمهورية مصر العربية سعادة حسن آدم عاجي، وبعض من أعضاء السفارة ووزير التنمية التجارية التشادي الذي وصل إلى نفس الهدف. وبعد مسافة مستقبلية توجه رئيس الوزراء إلى قائد المؤتمرات بشرم الشيخ حيث يوقد المؤتمر. وقد فتح رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي فعالية المؤتمر الدولي حول ريادة الأعمال والاستثمار في مجال الشباب. وفي كلمته الافتتاحية ركز الرئيس المصري على دور الشباب في التنمية، وذكر بأن الاستثمار في مجال الشباب يعد مطلبا أساسيا في جميع البلدان في أفريقيا، وطلب من الدول الأفريقية أن تضع أهمية لريادة الأعمال في الشباب وبالاستثمار وفتح الفرص ببناء الطرق والمشاريع الحيوية. أما الرئيس الرواندي فول كاغامي قال أن الشباب هم أمل القارة الأفريقية، لذا وجب على الدول الأفريقية أن تضع برنامجا خاصا لتشجيع الاستثمار في مجال الشباب. بدأ المؤتمر في السابع وحتى الثامن من هذا الشهر بحضور العديد من ممثلي بلدان أفريقيا.